زوار السوبر ماركت جديد اليوم، اخواني واخواتي مرحبا بكم في نشره من النشرات اللي وجدنا اننا كنردوها كل ليله بالنسبه للجائحه ديال هذا الوباء هذا ونرفعوا ان شاء الله على القريب. بدايه كتقديم فعندنا ضيوف وتحنا بروسنا ضيوف في هذا المكان، دونك هو الشق الثاني من هذا النشره المباشره. اذا السلام على الجميع الاخوان الكاملين، ما غاديش نبقى نقرا في التعاليق بزاف في هادشي لانه راه في الاستوديو وطبيعه الحال ما غاديش يبقى لنا الوقت ما نقراوش. بالنسبه للحاله الوبائيه فكاين اصابه وحده ديال احد العمال ديال الشركه ديال البوطه اللي هو في الشارع الثاني في الشيخ زايد، كان بقى معطل اليوم الضربه يوم جديده وراه هو الوحيد الوحيد جديده، وردوا التحاليل المخالفين وتعودوا التحاليل العمال ديال الشركه ديال الصباط راه تعودوا لهم التحاليل للتاكد من القضاء بجوج اصابات بطبيعه الحال هما باش يتاكدوا واش ما كاينش اصابات اخرى. دونك هنا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للحاله الوبائيه. ملاحظ ايضا بان عدم احترام قانون ديال حاله الطوارئ، عدم احترام الكمامات، عدم احترام التباعد الاجتماعي، عدم يعني ما كاينش حاله توحيد انه راه كاين هناك شي حاجه سميتها كورونا. وكنخافوا نخافوا بزاف اننا نرجعوا للفتره ديال اللي طار الاسفي وبعض الدول، لانه مشيت ومشيت هذه المره تكون خايبه لان كل شيء خرج من وراء تفشي الفيروس والجائحه. اليوم كتشوفوني داير كمامه لان الضيوف بطبيعه الحال خصنا نحترموا القانون ونخافوا على راسنا. هاد الضيوف ما هما الا اولا على اليمين ديالي كاين السي محمد الحاوله فاعل حقوقي وجمعوي باقليم الجديده. بطبيعه الحال هنا كاين السي فيصل باديه اللي هو رئيس الجمعيه ديال المفتاح الخارجي للتحاليل، وايضا كاين السي محمد كرمزو هو في نفس الوقت الطاس ومنسق الجمعيه دائما ديال المفتاح الخير بالجهه الشرقيه. كاين ايضا السي اسماعيل هناوي اللي هو منسق الجمعيه في مركز الفرع اللي معروف بالدوران في الجامعه ديال ولاد النار، وسي درويش هشام الكاتب العام للجمعيه. وخليت اخر ضيف لاول مره كندوز معاه بشير بالدين ومعايا حنايا انا وياه، ولكن راه كاين التباعد كيتعرض الامر بالسعد الرحيم المليحي الناشط الحقوقي اللي صافي دابا مشات عليه السنبي. دونك جميعكم كنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم. والموضوع الحلقه ديال اليوم هو ملف التحاليل، جميع التحاليل اللي اسميه شخصيا بالذهب الملي، لانه بطبيعه الحال واحد المصدر واحد البقره حالو اللي كانوا مستافدين منها واحد الفئه معينه. كما كنقولوا على ظهر الغنم مساكن حتى غادي، والعرق ديالهم والسفر ديالهم، وكاين الناس اللي مرضوا بالسكر، كاين الناس اللي مرضوا بامراض مزمنه الى اخره، وواحدين اخرين بطبيعه الحال اللي كانوا حتى هنا كاين سمعنا بانه بنادم كيفكر في التطور ديال الفلاحه والصيد العلب في المغرب كامل، وداروا ما يسمى بالمخطط الاخضر. هذاك المخطط الاخضر بالنسبه للفلاحه راه ما عرفناش شنو هو، بالنسبه للقطاع ديال الصيد العلب فهو جميع التحاليل وايضا الاسماك. اليوم عندنا الموضوع هو جميع التحاليل، غادي نعرفوا لو سيركوي لو ايكول غطاس التعاونيات الشركات يعني قاعد الامور هذه كلها غادي نعرفوها اكثر. ايضا غادي نعرفوا الكوطا اش كتعني هذه الكوطا، غادي نعرفوا التصدير، غادي نعرفوا كيفاش كيتم التلاعب ولا كيفاش كيتم احتكار السوق،
كيفاش كيتم الضغط على هاد الناس هادو اللي طارق الحال هو الحلقه الاضعف في هاد لو سيكلي كامل. كاين ما يقارب واحد 3000 غطاس اللي كيخدموا في بعض الطوارئ، وكاين 1000 غطاس اللي كيخدموا على الشاطئ يعني بالشومبرير وكيشدوا عادي بحال كتلقى حتى العيالات كيخدموا معاهم في هادي. دونك راه عدد لا يستهان به، عدد اللي هو كبير. دونك هنا غادي نحاولوا نسلطوا الضوء على هذه الطاري على هذا الملف من خلال مجموعه من الحلقات، ماشي غير حلقه واحده، مجموعه من الحلقات اللي الحلقه الاولى ديالنا غادي نخليو المجال لهاد الناس ديال جميع التحاليل يقربونا اكثر من هذا الموضوع باش نختموها حنا كاعلاميين كحقوقيين بالملاحظات ديالنا وتوجيه رسالات ولا ميساجات ديالهم الى من يهمهم. اذا البدايه غادا تكون عند غنبداو بالسي بن هارون بعدا يعطينا غير على الاقل اش دليل في هذا الموضوع هذا بحكم انه راه تاهو تبع معنا هذا الملف هذا منذ مده. دونك يقول لنا كيفاش دليل بدا هذا الملف. سي حكارت نشكرك خويا على هذا اللقاء، وصراحة تشكر كذلك الأخ مديحي، تشكر الإخوان الحضور ديالهم. حنا اليوم حاضرين مع الإخوان في إطار واحد الطلب ديال المؤازرة. هذا القطاع كما كنعرفوا كل سنة كيعاني من واحد يعني من واحد الاختلالات كبيرة، والضحية والحلقة الأضعف هو الغطاس كما كنعرفوا. يعني كنعرفوا هذا القطاع ديما كاينين الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع دائما كيتسناو موسم الصيف، موسم ديال جني الطحالب، يعني هذا هو المدخول ديالهم اللي كيدبروا بهم الامور ديالهم على طول السنه. لكن ملي جينا كنبحثوا وهاد الامور حنا ما كناش عارفينها، كنلقاو بان حتى هذا القطاع مسيطرين عليه واحد المجموعه ديال اللوبيات، وكاين كذلك الاحتكار ديال واحد الشركة المهيمنة على هذا القطاع هذا اللي كتاخذ هي الحصة الكبيرة وكتشتغل كيما بغات، وكت يعني وهاد هاد الخطاسة هادو يعني هما الأداة باش كتشتغل. ورغم ذلك كتشوفوا بأن الحقوق ديالهم مهضومة، لا من ناحية ديال الثمن، لا من ناحية ديال بعض المسائل بحال لاسانيسيس مثلا، بحال الدمج الاجتماعي، ما كيستافدوش من الدمج الاجتماعي كما غادي يجي على اللسان ديالهم. يلاه كاين شهر في السنة كيف يعقل بأن شهر واحد في السنة هو اللي كيستافدو منه. التغطية الصحية كذلك عندهم شهر واحد في السنة، يعني هاد الناس هادو هاد القطاع هذا اللي كيشغل أكثر من 7000 شخص عبر التراب الوطني. وهنا بحكاية المدينة الجديدة كنعرفوا بأن الفئة الكبيرة اللي كتشتغل وهذا المنتوج هذا كاين في إقليم مدينة الجديدة، يعني هذه المدينة راه كتميز على باقي المناطق بهذا المنتوج ديال الطحالب البحرية، واللي هاد الطاسة هادو كيتسنى يعني كينتظروا هذا الموسم هذا يعني باش يستافدوا منه شوية. فإذا به كاين واحد الشركة وكاين واحد اللوبيات لهاد الشركة اللي كتهيمن على واحد 80% واللي هي شركة وحدة، وكاين كذلك تسجلوا غياب المنافسة، مكاينش المنافسة، شركة وحدة هي اللي كاينة. حنا كنطالبوا بأن هاد السوق هذا يتم تحرير هاد السوق هذا. شوف الميكرو. شوفوا يا خويا دابا واش كاين الصوت ولا ما كاينش الصوت، لأن توصلنا لهاد الشركة كاين هذا الميساج الصوت ما كاينش. الصوت هكذا ديالكم كاين دابا مزيان. دابا مزيان كنظن، كاين الصوت ولا ما كاينش يا خويا؟ كما كنقولوا الاخوان حنا كنطالبوا حتى سي بن هارون كنشوفوا واش غيقولوا لنا واش كيتصاوبوا لنا. واش كيتصاوبوا لنا الاخوان؟ صافي صافي شوف ما كاينش. صافي ما كاينش. شكون اللي كاين؟ لا كاين ما كاينش. كاين صوت، كاين صوت سي بن هارون. كاين صوت. كاين صوت تما، شكون اللي عندكم غير واحد؟
غير الواضح. لا لا كان غير واضح راه من عندك، من هكا كان اختفى لك المادة. صوت مضبوط. كيتسمع بعيد. خدم الميكرو. الصوت ما كاينش في الكيتسمع. شوف دابا الصوت واش كاين، هذه واش كاين الصوت ولا لا؟ دابا مزيان، دابا اللي عايز يسمع مزيان. على العموم كما قلنا هذا القطاع هذا، هذا القطاع هذا كتستحوذ عليه واحد الشركه اللي كتسمى شركه تحويليه، كتستحوذ على واحد النسبه كبيره اللي هي 80%، وكتشري بالثمن اللي بغات هي، وحاطه كذلك واحد التعاونيات اللي هي كتستغلهم وكتحكم حتى في الثمن ديال ديك 20% اللي باقا هي اللي كتحكم في الثمن. حنا من هذا المنبر حنا ما كرهناش، حنا اليوم هذا لقاء اولي، يلا جينا باش نصدوا للاخوان اللي كاينين هنا ونعرفوا المشاكل ديالهم، وكنطالبوا حتى الشركه، الشركه التحويليه الا كان شي ممثل ديالها وبغى يحضر معنا لهنا مرحبا، يعني باش هو يعطينا وجهه النظر ديالو باش نكونوا منصفين. هاد القطاع كما قلنا كتشتغل فيه اكثر من 7000 شخص، و 30% من هذا القطاع ديال النساء، مع العلم بان هاد النساء هادو، هاد النساء 30% راه ما كتستافدش من الدمج الاجتماعي ياك. تمام، مهمشة. هاد 30% ديال النساء، لان النساء كتشتغل على الارض، يعني كتدخل كتجمع الربيعه، ماشي من الغطاس، يعني كتدخل الماء كتجمع الربيعه وكتخرجها برا، هذا هو الدور ديالها. كما قلنا هذا لقاء الوالي، وان شاء الله حنا نسمعوا المشاكل ديال الاخوان، وحنا راه معاهم في اطار المناظره حتى تحقق ان شاء الله المطالب ديالهم. شكرا سي محمود الحوكه، غادي ندوزو الان عند اول ممثل ديال الجمعيه اللي هو الرئيس ديال الجمعيه سي فيصل بهديه، اللي هو رئيس جمعيه مفتاح خير الجمعيه التقليديه. تفضل اسي نوما، حاولوا بيناتكم انتوما باش تقسموا الادوار وباش ديروا داكشي تكميلي، خمسه دقائق منكم متاخرين. تفضل اسي بهديه. السلام عليكم، تنشكر الاخوان سي عبد السلام حكار، سي عبد الرحيم، سي عبد الرحيم مديح بن حاوكه اللي غادي يساندونا، وهما زعما هم اذن ساهيه وشحال من واحد تخلى علينا، هما كثير من العهد الان ما لقينا حتى شي واحد في التعقيد، شحال من واحد خان بينا تعطانا الوعود، وبغينا نعالجو وبغينا نناقشو واحد الموضوع اللي الحمد لله هذه المدينه نعم علينا الله سبحانه وتعالى بها الطحالي، اللي ماشي في اي موضوع ماشي في اي دوله، الدوله ديالنا نعم عليها الله بهذا الثروه، ولكن للاسف للاسف تستغلوا اقل الناس والفئه المهمشه فيها هي اللي تتكرصر واللي ضاربين تماره ومضحين بجيوبهم وبصحتهم ما تيستافدوش كما ينبغي وضايعين بالحقوق ديالهم. والاخوان اش بغيت نقول لكم تاني، كاين عده امور بلاد تيعجز باش يقول الامور كثيره وفهمتي ناقش سي بهديه، باش نزيد نجرب انك تعرف شنو بهديه تقول، الى بغينا نقرر هاد المتتبعين كتاب المتتبعين، المتتبعين راه فيهم الراي العام فيهم ايضا المسؤوليه، اذا ملي كيقول لك قضيه راي عام هي ملي كيقول لك راي العام عارف شنو اللي كاين. دروك بغينا تعطينا اول نقطه هي جميع الطحالب كيتكون من مراحل لي سيطا الاولى فيها القطاس، المرحله الاولى القطاس تيجي جهه سلطه، المرحله الثالثه تجي الدوله دايره واحد الالتزام من دوليه ديال الصيد البحري ديال فارض عليها واحد الالتزام حنا كاصحاب قواري باش نديرو التزام كتعاونيات، دابا ملي تنديرو حنا التعاونيه تنجفوها بالتعاونيه تنبيعوها للشركات، شركات ديال 20% عندها حصة قليلة ديال 20% وما باقية ديال 80% تتاخذوا الشركة المحتكرة، فحنا ما تنطالبوش حنا دابا في هاد لا باقي ما وصلناش باش كنطالب كيف غطاس تابعوا كيف غطاس تابعوا التعاونية تابعينهم شركة صغرى وشركة كبرى اللي سو شركة شركات اللي هما راهم الشركة الكبرى بطريقة غير مباشرة من غير رجعنا للنقطة هذه. لأن التقسيم أش عطينا في عدد الهيكلة 80% واخدها الشركة الكبرى، الشركات التحويلية هي كاينة واحدة، وكاين شركات
وكاين شركات صغرى فرض عليهم 20%، حتى هذوك الشركات اللي فرض عليهم 20% الشركات الكبرى تاخذ منهم. خلقت شركات صغرى باش تضرب الشركات باش ما تبقاش منافسه باش تحول لها هما. شكرا استاذ ليا. ندوزو على المتدخل الثاني اللي هو السي محمد امنزل، طريق هانتا اومال كونتاس، وفي نفس الوقت منسق مع الجمعيه بالجهه الشرقيه، يعني ملي كنبداو نسلكو بحال هكا منسق كنعرفو بانه ولكن هناك منسق مع جهات اخرى من المملكه. علاش بالضبط الجهه الشرقيه والشيء فيها ربيعه ولا شي حاجه؟ اولا شكرا على الاستضافه الجريده الالكترونيه جديده نيوز، شكرا للاخ سلام الحكار، شكرا للاخوه الحقوقيين اللي ساندونا في هذا الملف، الاخ عبد الرحيم مديحي والاخ عبد الرحيم محمد بن حارث. شكرا لكم جزيلا لان هذه الفئه صالحه ديال الغطاس لانها واحد منهم. واللي سولتي على الجهه الشرقيه، الجهه الشرقيه الحمد لله راه فيها اخوان تما غطاس وبحاره اللي تيحتارموا من قديم، يعني قبل 2015 ملي ما كانتش ملي كانت باقا العشوائيه الناس ما كانتش تصيد تما الكترون، وهذا الشيء الحمد لله تاع الاداره راه عارفه. ولو حنا تظلمنا في الجهه الشرقيه، اسمح لي الا قلت هذا بطريقه بحالها، لان نقطه التفريغ اللي حطوا لينا واحده وهي تتواجد في شاطئ الحديده. حنا المصير ديالنا اللي تيعرفوا الاخوان ديال جزيره المغرب الحليفيه القدام كاع اللي كانوا تيمشيو في باركو وداكشي، كاينه في الفوق ديال الغويبه، هو اللي تنتمي ليه هنا الشاطئ ديال الغويبه. دابا حنا باش تنديبلاصاو الفلوكه ديالنا باش تنديو المنتوج تخصنا واحد 400 ولا 500 درهم يوميا ديال ليسونس باش نمشيو ونجي ثلاثة السوايع ديال الطريق. هذه من أهم الإكراهات اللي عندنا في الجهة الشرقية. هذه من جهة، من جهة أخرى أش من جامعة هذه اللي تنتميو ليها النقطة كاينة في جامعة الشتوكة بالضبط شاطئ الحديدة وشاطئ الغويبة اللي مفتاح النقطة تيتواجد في جماعة سيدي علي الحمدوش بالضبط بدوار تيبولات. الجهة الأخرى وهي أنا كغطاس من 2013 دخلت البرنامج لواحد البرنامج الاجتماعي اللي قلت ربما انه غيأهلني وانني نستافد من تعويضات صحيه من تعويضات عائليه ديال الوليدات. دخلت في الانخراط ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت عند لامارين تنديكلارا كذا، ولكن للاسف الشديد من 2013 اليوم الى هذا شهر واحد اللي استفدت فيه في راسي نسيت، وهو شهر واحد ديال 2019 من غيره ما كاينش. ما كاينش ديكلاراسيون نهائيا. شهر واحد سنة واحدة من 2013 ل 2020 اللي فيها الموسم ديال 2019 اليوم الى هذا باقي ما استفدنا بوالو. لا بالنسبة للجهة الشرقية تاهيوش الجهه الشرقيه فيها بعدا فيها واحد المنتوج ديال الربيعه كما تيعرفوا الاخوان جوده عاليه اللي كاينه، لان تما تنهبطوا الفوندو شويه على جديده تنهبطوا من تنبداو من 15 متر حتى 25 متر، يعني كاينه شويه تماره كاين التهنيد ديال الصح وكاين الجوده والربيع خفيف، ولكن الغريب في الامر هذيك الجوده حنا ما مستافدينش منها. ثمن واحد اللي كاين في الاقليم كامل كاين غياب ديال التنافسيه. حنا من هذا المنبر انا بقا تنشكر الاخوان ديال مفتاح الخير. علاش؟ لان الاخوان هادو هما اللي وحدوا الصف ديال الغطاس ديال البحار. تنقول اليوم شكرا جزيلا. 2018 حنا ما كناش تنعرفوا اننا نديروا اضراب في الاقليم كامل، يعني من مريزيقه حتى الحويره. خليك في الحويره نشوف النظام سي اسماعيل هناوي. سي اسماعيل هناوي مسجل منسق ديال الجمعية في الجوار على مركز الفرع. الله أكبر. السلام
فيدراليات التعاونيات وهي هذه الفيدراليات تناقش الشركة التحويلية، وإذا لم يتوصل إلى اتفاق يمكن للفيدرالية أن تصدر مباشرة الطرح الخارجي. إذا هنا كيف شفتوا هذه آراء ديال مجموعة المستفيدين، دونك هذه غير جزء منها، ما قررناش أننا نقراو كل شيء على أساس أننا غادي نقيدوا هذه الأسئلة الحلقة الجاية إن شاء الله. هذا تحط لكم إن شاء الله ولا المقترحات نعود ندوزو عليكم. إذا غادي ندوزو عندك السي إسماعيل النووي. عندي بجوج صفات ولكن غنهضر معك على الصفة ديال اليوم باش غطاس. غطاس أنت عندك حالة من الإخوة الثانية غطاسة، ملي كنقولو غطاس كنقولو قطع السوق كنقولو عود وجدي ولا غيره. عرض راسك من خطر لأن راه كنعرفو شحال من واحد اللي توفى كانوا ديزاري كاردياك كانوا اللي حصل شي شبكة وديما دونك كنبدا بحال تفضل سي النووي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كنشكر الإخوان جميعا على الاستضافة، عيدكم بخير، راكم فتحتوا لنا المجال حتى يعرف الرأي العام شنو واقع في هاد الموسم ديال جميع الطحالب البحرية بالمدينة الجديدة. كاين مشاكل كثيرة، مشاكل بزاف، ما غادي نقتصر على جوج مشاكل وثلاثة لأن الوقت ما كيسمحش باش نتكلموا بزاف. أهم حاجة هي الربيع ديال جني الطحالب البحرية. وضعت الوزارة واحد القانون ديال في 2009 وطبق في 2015. دابا من طبق هذا القانون طبق علينا احنا كغطاسة، حسينا بأن الغطاس شوية ضعيف. قصدتي القانون الكوطة؟ مش غير الكوطة. الكوطة نعم صح. الكوطة الكوطة وبزاف ديال هذه المسائل، منها دخول كنا كنخرجوا غير في الكوشطات، يعني كل واحد كيخدم على قبالة المنطقة اللي تيخدم فيها وتيهبط للبلاد ديالو. دابا تحت القانون كيرقم عليك باش تدخل الميناء، بحال مثلا حنا في الغضبان تقريبا تديروا شي ساعه تقريبا باش ندخلوا الميناء. ولكن المشكل ماشي غير في الساعه، المشكل هي اننا كندخلوا مثلا بعد 5 ديال الصباح تنوض. المشكل العويص اللي كنا وكنتمنوا باش يتحل هذا المشكل هو اننا كيفوق هذا الغطاس، تيفوق مع الصباح من 5 ديال الصباح وتيجمع الحويجات ديالو تيعيط للرئيس ديالو باش يجيب لي الفلوكه المنطقه ديالو. تنهبطوا مثلا مع 6 7 المهم 7 8 كنبداو الغط. ملي تنبداو الغط 7 7 ولا 8 المشكل كنساليو مع الوحده ولا الجوج ديال النهار تنمشيو ندخلوا مثلا الميناء نجرب الصباح. هذا المشكل ماشي غير في الجرف تقريبا في المناطق كلها، ولكن المعالج ديال الجرف اكبر لانك ملي كتدخل الجرف بحال مثلا بحال السنه اللي فاتت دخلنا مع الجوج ديال النهار، ولكن تخيل معايا شحال استغرقنا ديال الوقت باش نفرغوا غير الحامولة ديالنا الربيع ديالنا باش نبيعوا.
ما استغرقناش ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. الربيع بقى فوق الكاب حتى الغد مع 10 الصباح. واخا تكون عندك الطاقة ديال فاص. اللي من غادي تبيعو؟ غادي نبيعو، راه كلشي الناس اللي بيعو الشرايا كلشي واقفين. لا من كتبيعو؟ كنبيعو تعاونية، كنجيو بها تعاونية. دابا لا. دابا كتفكر الواقع كتقول شنو اللي كاين. نعم. دابا نتوما كتبقى اصلا غطاس كيدخل كيجيب ربيعة كيبيع التعاونية. نعم. ولكن هما ما كيبغيوش يخدموا في المصطلح. نعم. ديال كيبيع التعاونية، ولكن راه كيبيع التعاونية. نعم. التعاونية كتعطي ورقة. نعم. ورقة كدير الماركينغات وكدير الأسواق. مكتوب فيها شي تخليقة، فيها واحد العادات وهادي كيعطيوها ليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام هاد الورقة ها هي ما عندها لا لومبيت لا حتى شي حاجة. عيب وعار نعطيو بحال هاد الورقة هادي. دونك هادشي كيبين بأنه ما كاينش هناك قانون كيتكتر. إذا هاد النقطة هادي حنا اللي بغيناك أنت تهضر. أنا بغيت كتبيعو للتعاونية، والتعاونية عادية ما تبيع الشركة بالبراز. نعم. ديك لايفات ولا بغيتو تدخلوا للباج ديالي انا نلقاو هاد المشاكل هادو تكلمت عليها وبينتها للناس كلها باش يشوفوا كلشي الحاله اللي كنعيشوه. كتجي مثلا غير المكان تلقى الباركوات واقفين قدام المكان باش تبيع الربيعه ديالك تواقف تما وهما حاطين السلعه ديالهم كيتشمشوا تما وحنا اللي جايين السلعه ديالنا باش غير نبيعو. هذا غير مشكل بسيط من المشاكل اللي كنعاني منها. باش غير نبيعو الربيع ديالنا نحطو باش يتباع كخصك توقف تما واحد 6 سوايع ولا 8 سوايع ولا 10 سوايع وميز حتى السنة اللي فاتت بقاو الناس حتى للصباح وباقي ما تباعوش الربيع ديالهم. علاش؟ وقع مشكل واحد هو في الميزان. ميزان كاين ميزان واحد، واش 400 فلوكة كاين ميزان واحد؟ كاين 400 فلوكة. زيد ما يكفيهاش غير زيد دقيقة مازال. نعم، 400 فلوكة 400 قرار حاجة أخرى ثانية، مشاكل، وجرينا حتى عين حتى عين. مشينا للوطنية، مشينا للدرك الملكي البحري، مشينا للمارين، مشينا للمبي، مشينا للجميع، راقنا جميع بينا. كاين ناس باغيين يتحركوا يخدموا، ولكن ما عرفناش المشكل فين كاين. لحد الآن باقيين مستغربين، ما عارفينش المشكل فين كاين. الله يرحم الوالدين، فيهم على شي، حنا غير بنادم. حنا غير بنادم عاديين بغينا غير نعيشوا. كاين غادي ندوزوا لهاد النقاط ديال التوجيه الرسالة. تفضل، غادي نشوف دابا معنا. سي هشام دروش اللي سبق ليا كان معاه عندي معاه العديد من الجلسات تبعت معاه قرب ما يقع بالميلاد وليت كنعرف بعض المصطلحات وليت كنعرف الاورغانيغرام ديال الغطاس التعاونية شويري كانت شركات وليت كنعرف المعهد الوطني للدراسات السيد الهري يعني كاين بزاف ديال الامور اللي استفدت سي هشام مسك خالي هذاك قرب المشاهدين باش تولي قضية قضية رائعة ما تبقاش محصورة غير في الميناء. تمام. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا أشكر الأساتذة الصناديق الثلاث على حسن الاستقبال ديالهم وعلى حسن الاصغاء ديالهم وعلى التزامهم بالدفاع على هذا الملف هذا القراءهم بالدفاع على هذا الملف هذا اللي هو ملف شائك كيف ما كيعرفوا الاخوه هي تحتيه جديده هو ملف شائك نظرا للتداخل ديال المكونات ديالو نظرا للوضعيه الاجتماعيه اللي كيعيشوها المهنيين نظرا لمستوى الوعي والثقافي ديال المهنيين اللي كيكون ارض خصبه باش تنبت واحد المشهد باش يبدا واحد المشهد باش يتكون باش يتجلى هذا المشهد اللي يمكن هو سوريالي وما كاينش نعرف في ارض البلاد ديالنا في هذا الحفل ولا في القرن 21 في عصر التكنولوجيا وعصر العولمه ما كاينش نعرف. من ناحيه اخرى هذا الموضوع ديال واقع الطحالب باقليم جديده مرتبط بشكل وثيق بالمحاور الاساسيه ديالي اللي هي اول محور اللي هو الاستدامه ديال المنتوج
في إطار المخطط اللي وضعته وزارة الصيد البحري منذ حوالي 10 سنوات، وبدأ اشتغال فيه في سنة 2015 بشكل فعلي، بدأت الانطلاقة ديالو. هذا المخطط كان محور أساسي ديالو اللي هو استدامة وضمان مراصد شغل قارة، بالإضافة إلى تثمين المنتوج ديال الطعام عبر هذه الصيغة اللي وضعتها الوزارة ضمن المخطط ديال أن السماح فقط بتصدير كمية 80% من كمية الطحالب مقابل 20% المتبقية التي يمكن تصديرها كما دخل. هذا التدبير لهذا البند هو في حد ذاته هو قيمة مضافة في القطاع، ونؤيدها من منطلق الوطنية ومنطلق الحس المسؤولية الوطنية، ولكن في المقابل استغله الطرف الثاني، استغله ككلمة حق أريد بها باطل، وسيطروا على القطاع كامل بجميع المكونات دياله عبر مجموعة من الصيغ اللي خلات المنتوج ديال اللي خلات القيمة ديال هذا القطاع كيشتغل كقطاع ريعي محض، يعني فئة كثيرة كتشتغل لصالح واحد فئة قليلة اللي تمكنا من الدواليب ديال هذا القطاع هذا عبر جميع المكونات ديالو، لا المحلية ولا الوطنية ولا الخارجية بما فيها الخارجية، حتى السوق الدولية راه استطاعوا يسيطروا عليها ويتحكموا في الأسعار ديال المنتوج فقط من أجل الهيمنة والاحتكار وضمان استدامة ليهم هما، ماشي المهنيين ولا جميع المكونات الأخرى اللي كتعتبر هي من المنطلقات أنها كشريكة في القطاع في الإنتاج ولا شريكة في التسويق، هم فقط بغيو يسيطروا على القطاع جملة وتفصيلا. سي هشام أبشع، بغينا نعرفوا من عندك أنت دابا بشحال كيبيع الغطاس التعاونية، بشحال كتبيع التعاونية للشويريكة، بشحال كتبيع الشويريكة للشركة، بشحال كيتصدر لبرا. علي عندك المعلومات، ماشي كلشي، عطيني علي عندك المعلومات. مرحبا. ولا لي لنا واحد المقارنة مع قبل 5 سنوات ودابا. في الحقبة في العشرية الأخيرة في القرن العشرين كان الإنتاج ديال الطحالب كان متذبذب، التسويق ديال الطحالب أو التسعير ديال الطحالب كان متذبذب، مرة يطلع مرة يهبط على حساب السوق، وكانت الوضعية بصفة عامة كانت عشوائية، مابغيش نتكلموا لسا على شي حاجة مضبوطة، لأنها كانت عشوائية سائدة. ابتداء من 2015 دابا ولينا كنتكلموا على أرقام ولا داكشي مضبوط في إطار العولمة وفي إطار شفافية اللي منتهجة، أصبحنا كنقدروا نوصلوا للمعلومة. كانت السعر ديك الساعة كيتصدر 2014 و2015 كانت كيتصدر 63 درهم القيمة ديالها، كانوا كياخذوا هما هنايا من عند كتاخذوا هاد المكونات ديال هاد الهيئة الاستحواذية كتاخذوا من عند الغطاس بقيمة ديال 340 ريال كامل، إلى فازلة كانت كتباع ديك الساعة ب 70 ريال 80 ريال. فازلة اللي موي فرنسي. التعاونيات كياخذوا الغطاس بالثمن عن كياخذوا الطحالب من عند الغطاس بالثمن، وكيبيعوا للشركه بالثمن ديال 13 درهم 15 حتى 340 ريال مقابل الثمن ديال التسويق 60 درهم. كياخذوه كيكرموه كينشفوه، لأن المنتوج ديال الطحالب ملي كيتخاد كيتخاد فازل، كيتكلموا على فازل كيناشفوا واحد شنو شي حاجة يكونوا صادقين في الطرح ديالنا. المنتوج ديال الطحالب كيتخاد فازل، وملي كيتخاد فازل كيعطينا نسبة ديال 33% ما بين 28% حتى 33% كيعطيك التازة تقريبا اللي كتحدد لك السعر اللي كتعطيك السعر ديال 340 ريال فيها واحد الهامش ديال الربح. هذه بالنسبة للتعاونيات. بالنسبة للناس اللي كتصدر راها كتستافد عن طريق هذا، لان القيمه باش كتصدر 60 درهم يعني من 340 ريال 60 درهم راه كاين ريال تماك اللي المفروض خاص يستافدوا منه الفئات اللي كتشتغل في ادنى السلسله الانتاجيه، يعني هما الغطاسه المهنيين وارباب القوارب. وكنلاحظوا بلي هاد الفئات هادو راهم مهمشين ولا مقصيين كاع من الاستفاده، كيستافدوا غير قول لي دابا واش كاين هناك ارتفاع ديال الثمن من 2015 حتى دخول هذا الامر الصيفي، ولا كاين تراجع ولا بقى عادي؟
فالحقبة الأخيرة أو في السنوات المتتالية من 2016 لدابا السعر السعر كينقص على حسب ما يروج في الكواليس أن السعر كينقص. ما كاينش ما يروج في الكواليس. واش ما كتبيعش ربيعة؟ كنبيعو ربيعة هنايا ب 4.50 كان 13. مش هادشي كتبيعها في 2015 قبل من 2015 و 2015 كانت كتباع ب 70 انت بشحال كتبيع؟ 3.50 3.50 مضروب؟ دابا هاد العلاقة ما عارفينش ما حددناش دابا باقي السنة اللي فاتت ب 4.50 كانوا بغاو ينزلوها ب 4 دراهم الجمعية خدات على عاتقها من الزرع لا فازت كتباع فازت مهم التوقيت ديالك دابا سالا باقي غادي نرجعو ليكم جوج دقائق لكل واحد وديك الساعه كمل شي كلام ديالك مرحبا باش نرجعو راه حيت هاد السيد هذا الى عطيت اكثر دابا الشراوي راه كيجي السي عبد الرحيم هادي كنقول سمعتي خليت العالي باش تكون اخر المتدخلين من وراء بسم الله كما كنقولوا اش بان لك سي عبد الرحيم راه كتبان لي تبارك الله عمرتي مجلد بريئه بديبك اشكر الاخ عزيز المحترم استاذ حكار على دائما تغطيه لقضايا الشركه اللي كتعاني منها واحد الفئه كبيره الفئه دائما اقولها الفئه المهمشه واشكر كذلك الاخ الحرزه ولا من على الاستضافه ديالو وثانيا على التدخل الكلمه ديالو القيمه اللي كانت بطبيعه الحال ولو برجاله لكنها كانت تحمل في طياتها دلالات عميقه. نشكر الاخوان الممثلين ديال التعليمات اللي حضروا معنا اليوم او غطاسه ان صح التعبير الى الان بصفه غطاسه وكذلك على اعطائنا وتنويرنا الرأي العام ومن خلاله الحركة الحقوقية في المشاكل والمطبات اللي كيعانيو منها. أولا أنا أقول خلال استماع المداخلات ديال الإخوان جميعا حقيقة نحن اليوم أمام مطب كبير ورش كبير غادي نفتحوه ابتداء من هذا الحلقة اليوم. أنا أقول أننا حقيقة عزيز الإنسان على ذكر بعض ما قاله الإخوان من معاناة وخروقات وتزاوجات وتلاعبات اللي في حقيقة الأمر كاين لوبي متجدد متحكم في جني ديال التحرك. الغطاس هو الحلقة الضعيفة هذا الغطاس اللي كيضحي بحياته. هناك مجموعة من الأحداث اللي وقعت الغطاسة اللي مشاو فيها يعني ضحية واحد العديد من هذا الغطاسة في غياب تام لوجود معادلة اجتماعية كيف يعقل أن هذا الغطاس هو محور هذه الحلقة ديال جني ديال التحرك هو اللي كيجنيها هو اللي كيغامر بحياته بوقته بكل شيء وكيجيب هذا المنتوج وكيعطيو لهم عن طبق كيحطوا لهم ذهب كيعطي لهم بينما غياب المنصفة في الأرباح يشكلون لنا كحركة حقوقية على مدى سفر كبير لا يعقل. اليوم الحركة الحقوقية تدخل على الخط في هذا المشكل وهذا المطب الكبير من أجل إنصاف الغطاسة ومن أجل إحلال القانون كما هو منصوص عليه ومن أجل فضح هذا اللوبي هذا اللوبي الذي يتحكم في زمام هذا التحاريب. وأعتقد أننا سنطالب كل جهات مسؤولة بفتح ورش كبير للنقاش بحضور الحركة الحقوقية من أجل أولا قطع الطريق على الجشع والطمع ديال هاد اللوبي المتجدد المتحكم منهم هاد الشركة اللي كتستحوذ وكتحتكر كل
هذا المنتوج ما سمعناه اليوم حقيقة يحز في النفس على أن 80% مدخول ديال هذا المنتوج لهذه الشركة هذه المحتكرة و 20% بالنسبة للشركة التعاونية الصغيرة قطاعية. وهنا أطرح سؤال وأقول بأن هذا الخلق هذه التعاونيات والشركات الصغيرة هي من أجل ضرب الرماد على الأعين ومن أجل تأتيك المشهد على أن هناك منافسة وأن الأمور تسير على النظام. سنفضع نقولها من خلال هذا الموضوع، سنتصدى لكل هذه الخروقات بما أوتنا من قوة، لن نتسامح على عرق جبين هؤلاء الغطاسة الذين كما قلت يضحكون بالغالي والنفيس، وهم الذين يجرون هذا الثروة التي هي في الملك العام وتستفيد منها اليوم. لا يمكن قطعا أن نسكت هذا اليوم. أنا حقيقة لا أعرف أن هذا القطاع مطب كبير جدا، لكنه أعتقد أن الوقت حان من أجل فتح هذا اللوبي وإرجاع الأمور إلى نصابها ولنا عودة لهذا المدخل. غادي نرجعوا جوج ديال الدقائق لكل متدخل باش تدارك ربما شي حاجه في التاريخ الدراري ديالك. عرفتك انت غير المهم في البدايه كالعاده غادي نبداو بالسي ما كرهناش في المهمين يعني اذا غادي نبداو دابا بالسي فيصل بالبيا رئيس الجمعيه. اللي كنقولوا رئيس الجمعيه مكتب موسيين الى اخره، اش قدرت هذا المكتب موسيين الى هذا الاطار اللي كنقولوا القانوني، اشنو يقدر يكون دابا في الظرفيه هذه؟ واش عنده شي دخل، عنده شي دور عنده، وعاد يسالوني من داك الشيء اللي عندك، هاد الشيء اللي غنقول الاول على الجواب ديالي ما نشوفش في الوقت ديالك. عندنا ادوار، عندنا ادوار ديال التوعيه، هذا هو الملف ديالنا مع العاتق ديالنا. حنا ما بغيناش نديرو التعاونيات، ما بغيناش نديرو الشركات، انا عندي شركه وما بغيتش نتبعها، انا اسد عليها لان خدينا على العاتق ديالنا اننا ندافعو على هاد الناس الدراري واش اللي تيموتو، خدنا شحال من واحد مات في الشقيق. وفيما يتعلق الاستحقاق وفيما يتعلق الثمن، الثمن قال الاخر الثمن ما تغيرش. غنقول لكم علاش، لان الثمن نهار كنا خارجين من مصر كنا تبيعوها مبلله، كنا تبيعوها مبلله تنغطسوها في الماء بكاسة دراهم ونص وتنبيعوها ليه. دابا ملي ولينا في المرسى ولينا مجففة، يعني الثمن ما تغيرش، تغير الناس اللي تتصدر، الثمن ما تغيرش. في الناس اللي ورا المكتش كتشوف في الفلايك لا من فلايك اسي حكا، انا عبرتي على المرحلة الأولى ملي كانت الناس ملي كنا تخرجوا في الفلايك نفس العملية، الثمن ما تغيرش بالنسبة لنا احنا حرفيين وعارفين اش تنقولوا، لأننا ملي كنا خارجين من المرسى كنا تنبيعوها مبللة بثلاثة دراهم ونص، يعني هذاك الشيء اللي تنقصك من الثمن دابا، اللي تنقصك من الثمن دابا تزاد في الماء. دابا ولينا تنديروها شبه مجففة، نصف مجففة. الثمن تغير على الناس اللي تيصدروا، كانت 3 أورو، 3 أورو، 30 درهم باش كانوا تيصدروا، دابا ولاو تيصدروا ب 60 درهم، يعني ضاعف لهم هما الثمن، حنا ما ضاعفش لنا الثمن، حنا بقينا واقفين، وبعض الناس المشوشة اللي باغي نقصوا لنا من هاد 4 دراهم ونص باغي تيشوشوا علينا كل سنه، تيطلقوا لنا واحد الاديال ديالهم تيشوشوا علينا قبل من الدوب الموسي، تتولي عندنا هيستيريا حنا باش نرجعوا 4 دراهم ونص. حنا عرفنا الثمن الخارجي، ومن بين هاد الاشياء السي حكار وسي الاخوان باش نحطوكم عينهم، انهم تولوا تيدخلوا حتى في الثمن التصدير، الثمن في الخارجي ولاو تيتحكموا فيه، ولاو دايرين تيتزعموا شركات ورؤساء جمع، ولاو تيتزعموا حتى الثمن الخارجي اللي خارج، هنا تتمشي اموال خياليه للدوله. علاش؟ باش الشركه الام تستافد، لان هذه 80% الا شراتها مثلا ب 30 درهم راه غادي لو شيف غادي يزيد عندها، هما تيطيحوا الثمن في الخارج باش الشركه تستافد. باش تستافد اسمو الله ديالك ونعطيو المداخله للسي منزو. شكرا. سي محمد منزو راه كتبتي، ولكن قبل ما تعطيني تفكيرك في الفيديو غادي نسولك عاوتاني سؤال كون بدورك ما دخلش ان شاء الله في غير هذاك السؤال اللي غادي نعطيك. كنسمعوا التعاونيات،
حنا هنا بيناتنا عارفين بان التعاونيات الاعلاميه ديالنا كتكون عائليه كيدخلوا عا الاب والولد وخوتو هادي باش ما يدخلوش معاهم البرامج باش ما يعرفوش اش كيديروا. الغطاس فين كاين المحل ديالو بالاعرافه التعاونيات، واش كاين عنده شي دخل، كاين عنده شي تاثير، ولا مسكين هو نهار قضى ضعف كما كيقولوا حنا الاغلبيه. عاد تعطينا المداخله ديالك. للأسف الشديد الغطاس هو الحلقة الأضعف داخل التعاونيات التي نشأت من أجل، سمحوا لي على المصطلح، استرزاق أو استغلال على الدور ديال الغطاسين. تعاونية تقريبا تعاونية بالنسبة لي أنا اللي عرفت اللي عندنا في النقطة ديال الحديدة دارت من أجل استغناء كما قلت لكم، ما جاش في هذاك الحس التعاوني اللي عرفناه في التعاونيات. الغطاس تيشرك سوا من جيبو، الغطاس تيشري نارجيلي من جيبو، ما كاينش تكوين، ما دارش شي حاجه ملموسه للغطاس ولا البحار بصفه عامه. تتجي مثلا انا اقترحت باش نكون كمتعاون في هذيك التعاونيه ديال الحديده، طرفت اللي بغيت نعرف علاش تنرفض انا؟ واش كاين شي قانون تيرفض لي؟ وانا تنحمل الراجل اللي عارف اش كاين، هما خصو داك الشيء يبقى محتكر على العائله ديالهم. فوت هاد النقطة وعطيني دابا المداخلة ديالي. تنتمنى صراحة من الإخوان بحارة وغطاسة أنهم يطبقوا أهم العناصر أو الشروط الأساسية اللي جات في المخطط ديال اليوتيس، ومن ابرزها الاستدامه، لان هذه الاستدامه هي اللي تخلي استغلال المستدام للمورد من اجل الاجيال القادمه، وغادي تكون فيه المحافظه على التنوع الخيرات ديال البلاد. وتنتمنى واحد الشرط اللي هو اساسي يطبق لربما غنكونوا حنا بخير، وهي التنافسيه، فتح باب التنافسيه. ما تبقاش واحد الشركة وحدة اللي تبقى مكتبة السوق ديال الطحالب البحرية. ونتمنى تحسين الوضع الاجتماعي لجميع البحارة والغطاسة اللي تيشتغلوا في الميدان. هاد الشيء ديال اش غادي نديرو غنخليوه حتى للجزء الأخير من هذا، غادي نوصل بعد شي شوية اختلافات بين ما عرفوا الناس اش من شيء. المداخلة ديالك سيدي. شكرا سيدي وشكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على المساهمة. غادي ندوزو عند السي اسماعيل، ماشي اسماعيل هانيه، اسماعيل الناوي الله يرحمه، منسق جمعيه بمركز الفرع اللي هو دوار ودبران جامعه مولاي عظمه. قبيله ملي كان السي هشام كيهضر على الثمن كنتي كتقفل زعما وحدك، دروك اسي دابا الكاميرا مزيان. بغيت نوضح بهذا المسائل، لان الاخوان تكلموا ومشكورين الغيره ديالهم على هذا القطاع. غير بغيت نوضح شي واحد المساله، تكلمتي قبيله قلتي للاخ واش الثمن اللي كان من 2015 اللي كنتو كتبيعوا به في البوسطه واش باقي هو هو ولا تزاد، والصوف السوق برا واش باقي هو 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 ولا تزاد ولا نقص. ربما انا عارف، واسمح لي على المصطلح، غنكون عارف اكثر من الاخوان في هذه المساله. علاش؟ لان في 2015 تصدر الربيع، 2015 2016 2017 تصدر الربيع ب 60 ديال الدرهم، 12 ديال الدرهم. 2018 تصدر ب 40 درهم، 2019 تصدر ب 3 دولار 540 ريال. ولكن شنو هو المشكل؟ حنا بقينا باقي لحد الان نفهم علاش ملي كانت الشركه المحتكره وكانوا مع الاكسبور الناس اللي شويه واكلين اللي عندهم 100 طن 80 طن كان الثمن برا طالع، ومنين هذه الكوفريه دابا الناس الدراوش الفقراء ولا البلاد ملي تحط في القانون شنو داروا تما تعاونيات باش يستافدوا شويه. علاش السوق برا طاح؟ وعلاش الماده الخامه طاحت؟ علاش الاراكاراكا اللي هي كتخرج من هاد العشبه علاش ما طاحتش؟ بغينا نعرفوا علاش اللي استنتجت انا والله اعلم، لاننا كل سنه كنا غنزيدوا 50 فرانك، كنا كنقولوا مثلا 90 العام الجاي غنزيدوا 100،
العام الجاي غنديروا 6 دراهم، العام الجاي غنتفرج 7 دراهم. اذا دابا ولاو كيرفعوا علينا بان السوق الخارجيه طاحت دارت 560 ريال ولا 540 ريال، اذا هنا بز منك طيح. ويا كانت الدوله دخلت ودارت كوطا باش يبقى واحد التوازن في السوق الخارجيه، اروني لا بينو لين انتوما درتو قانون على طاح السوق. من درتو قانون على طاح السوق؟ علاش؟ اذا من يطبق القانون خاصو يتزاد باش نستافدو حنا. هذا القانون اللي اصلا كان خاصو يجي من اجل تحسين المدخول التثمين ديال هذاك الغاز الطاس والتثمين ديال هذاك المنتوج اللي هو الطاح هذيك. بالعكس على هذا الحساب دابا راه كنشوفو بانه راجعي للدور، راجعي للدور. شوف بارك الله عليك السي اسماعيل. تشكرك بزاف. مرحبا خويا عمر اللي بغيتي القلب عامر صراحه مزيان. انا باقي مازال القلب عامر ولكن خليك لكم مره شويه. كنقولوا حنا دائما بالعقوق الشاعره شدا ما يبقى ولا تسد. تفضل اسي هشام. هادشي بسم الله. هادشي بصفه عامه المشهد الاخوان راه مطبق لبعض الجزئيات. كتبقى المحور الاساسي اللي كيهمنا حنايا كمهنيين واللي خديناه على عاتقنا كامانه اننا نبلغوه ونناضلوا من اجله هو تحسين الوضعيه الاجتماعيه للمهنيين المتكونه. هذا المكونه ديال المهنيين راه فيه الغطاس وفيه رب القارب وفيه البيرور يعني البحار المشرف على القارب اثناء رحله الصيد. هذه المكونه تعد زيد النقاله اللي كيكون داخل الميناء. بغينا الوضعيه الاجتماعيه المساله الاساسيه النساء ديال جنين الطحالي كاينه واحد الفئه منهم اللي كتشكل تقريبا واحد النسبه ديال 30% داخل الشغيله داخل القطاع ديال الطحالي مقصيه من جميع انواع الاستفاده من الضمان الاجتماعي. اذا كان الغطاس راه مسجل في الضمان الاجتماعي وما تيستافدش فالنساء راهم مقصيين، ما كاينينش كاع لا في الواجهه ولا في الواقع مقصيين، هم مجرد وسيله انتاج يغتني على ظهرهم جميع انواع المكونات واحد شريحه واسعه ديال السنجوبي زوج من الشرف القطاع. إذا سولتك واحد السؤال، أين هي المندوبية ديال الصيد الخريم هذا الشيء كامل؟ هذا سؤال خاص المندوبية يجاوب عليه نورمال. أنا كنتكلم هنا على الإدارة المركزية. حتى حنا من هذا المنبر كنوجهوا دعوة إلى السيد المندوب إذا بغات هو يهضر معنا كنوجهوا ليه الدعوة لأنه في إطار التواصل ديال الإدارة إطار أنه سبق لي قال بأنه رجل حوار رجل تواصل إلى آخره. حنا كنوجهوا ليه نداء الدعوة أنه بالإمكان ديالو يحضر معنا. هي راه ما بغيتش نقول لك من المفروض عليه لحقاش كاين مشكل كبير. إذا كنا غادي نخليو غير مزيان بالإمكان ديالو أنه يحضر معنا يعطينا بعض التوضيحات. نفس الأمر بالنسبة للشركة ديال سيتي إكزام حنا كنقولوا لهم يعطيونا تما شي واحد اللي عطينا بعض التوضيحات لان باقي عندي فيها اسئله في هذا الموضوع هذا على قبل الشركه ديال سيتي كذا وباقي عندي هذاك السيت منتو وباقي عندي ذوك الشويكات اللي كيكونوا انترنيير ما بين التعاونيات وما بين هذيك الشركه الكبرى. تفضل السي هشام. صراحه نتكلموا صراحه الموضوع يستحق باش نعالجوه راه خاص ضروري الراي العام يكون طالع على جميع الحيثيات ديال الامور. هناك زواج شرعي او غير شرعي ما بين السياسه والراس المال هو اللي كيسير وزاره ديال الصيد البحري في قطاع الطحالب هو اللي خالق هذا الوضع بحال هكا ديال الهيمنه والاحتكار والتهميش اللي ما مضمنش في المخطط ديالو انه تحسين الوضعيه الاجتماعيه المهنيه ما مضمناش في المخطط. كاين فيه اشاره للراس المال والتكمين وما فيش اشاره كاع للمهنيين. هذا الزواج غنختموا الكلمه ديالك السي هشام وغادي ندوزو عبد العدولات اللي غادي يوضح لكم هادشي كامل. تفضل سي الحربة. كنظن سمعتي سي الحربة حنا دابا بغينا نهضرو على حقوق الانسان غنهضرو على حقوق الغطاس. يعني من ناحية الغطاس وسميتو الانسان حقوق الغطاس والتجاوزات اللي كتمس الغطاس هي بطبيعة الحال التعاونيات العائلية. وحيت هاد المرة الجاية ملي غنهضرو غنهضر على التعاونيات وغنعطي حتى العائلات خدامها. المهم هذا معروف الدرية في الله المرضى. المهم غادي نهضرو في هاد الأمور كاملة وغادي نوضحو كيفاش أن بعض التعاونيات تزيروا واحد الوقيتة ولجؤوا لطرق اختيارية باش دوزوا هذا
ديالو خارج الاجال اخره. وغادي نهضروا على شركات اللي كانت محجوزه لها السلعه فعند سيتي كزار وقال لك ما ياخذوش نمدوا 100 داخل على الخط. اذا ممكن تحكي لنا دابا الصبح ما خلناش نصبروا الصبح بخط القانون. حنا ان شاء الله غير مجموعه الامور تينهضروا عليها كما قلت لك العقار ما كاينش. حنا كلشي غادي نعلمو كلشي غنقولو شنو كاين. دروك انتوما كناشطين حقوقيين السي الكاوكا اش بان في هذا المشكل اللي كيعيشوه الناس؟ استحكار هو كما جاء على لسان ديال الاخوان فالوزاره هي وزاره ديال الفلاحه والصيد البحري. هما السيد كيتكلم وانا كنفكر الدماغ ديالي مشى للخطاط الاخضر ديال الفلاح والاحتكار ديال النوبيات الكبار ديال الفلاح ودعموا الحلقه الضعيفه وهي الفلاح الصغير. نفس الشيء كيف يعقل بان كاين شركه وحده كتهيمن على القطاع ب 80% و200 اكثر من 250 جمعيه تعاونيه وشركه صغرى عندها 20% مع العلم ان هذيك 80% هذيك راه هي شركه تحويليه كتحول هذاك المنتوج والقطاع ولا 20% ديال الشركات الصغار والتعاونيات تصدير ما دخل شي ماده ما كيحولوش. انا السؤال اللي عندي دابا هذا القطاع هذا قطاع بحال القطاع السابق بحال السردين بحال الحوت بحال الميرنو بحال علاش هاد المنتوجات البحريه كتدخل الدلاله وهاد المنتوج هذا كتحتكرو شركه وحده؟ اذا حتى هادشي ديال الحوت ونعطيو حنا لشركه وحده هي اللي تحكم فيه الحوت ما يبقاش يدخل الدلاله. هاد القطاع هذا خصو تحرم القطاع خصو يتحرم والشركات خصو يدخلوا شركات على الاخر ويدخل حتى هو الدلاله. هذا الربيع تدخل الدلاله بحال بحال الحوت ياك هادشي اللي كاين وهادشي اللي خص الربيع حتى هي منتوج بحري بحال بحال الحوت تدخل يجيو شركات يكونوا منافسين باش حتى هاد الناس هاد الفئه هادي حتى هي تستافد. انا استحكار هادشي اللي ذكرتي دابا ديال الاسماء قبيله حنا كنا كنهضرو في الكواليس كاين بعض الجمعيات بعض التعاونيات عفوا اللي هي كذلك فيها نوبيات كيتوافقوا مع هاد الشركه اللي كتحتكر هاد المنتوج. وهاد هادو هادو كاين كذلك يمكن فيدراليه ولا يمكن داكشي. المهم كاين اسماء هاد الناس هادو حنا مستعدين نعطيوهم الاسماء ديالهم اللي كيتوافقوا مع هاد الناس هادو واللي كذلك تما كيستافدوا من هاد الريع اللي دايرين تعاونيات شكليه كما جاء اللسان ديالكم فيها مو فيها اختو وممنوع يدخل لها شي حد اخر من الغطاسه. انا دير تعاونيه باش ما يجيش غطاس يقول لي لا ولا يعرفني اش كندير. دايرين داكشي اللي ما باغي حسي نسي القطاع اللي تكلمت عليه كذلك الضمان الاجتماعي هاد الفئه هادي كيف يعقل بان الضمان الاجتماعي كيتخلص ليهم شهر واحد في العام يعني حتى الفلوس اللي عندو وليدات كتخلصو عليهم مره واحده في العام. وكيف يعقل بان هاد الناس هادو فلوس ديال الدراري كيتخلصو عليهم مره في العام عندهم التغطيه الصحيه ما كايناش. هاد مع العلم بان هاد النساء اللي كيشتغلوا هادو غير القطاسه عندهم شهر في العام اما النساء ما عندهم والو. يعني هاد الناس هادو اللي عندهم الضمان الاجتماعي شهر في العام انت غادي يجمع هذوك النقاط باش يوصل التقاعد شحال خاصو من عام دونك راه خاصو 300 و400 عام يلاه يجمع هذوك النقاط باش يستافد من التعاون. ربما ما دايرينهاش ليهم راه هنا دايرينها بان الناس كيجيو كيخيموا لهم في العام راه ما خدام وكياخذ القطه ديال الشهير وكيخرج يمشي يخدم العام كامل في صافي. استحكار نحن نستنكر وكما جاء على لسان الاخ مليحي قال لك حنا مستعدين جميع الاشكال النضاليه باش نوقفوا مع هاد الفئه هادي هاد الفئه اللي كتعاني من صمت واحد اخرين كيستافدوا على ظهورهم بهذا المعنى هذا. حنا ان شاء الله حنا هذه حلقه اولى عرفنا المشاكل ديالكم ان شاء الله كما الحلقات الجايه راه حنا ممكن نعرفوا التعاونيات اللي كتستافد وهاد التعاونيات جاي اللي دايره يدها مع يد هاد اللوبيات وان شاء الله راه حنا نذكرهم بالاسماء راه ما عندنا حتى شي اشكال.
شكرا سي محمد بن حروفة. غادي نمر الان عند اخر المتحدثين اللي هو الشيخ الحقوقي السي عبد الرحيم المهدي اللي ولدتي واحد الفكره شموليه. اش يمكن تقول باش تخدم انت المداخله ديالك في هذا الجزء الاول من الحلقه الاولى؟ شكرا على السي كاف. طبعا هو الاستماع للاخوان والمداخلات ديال السي حروقه اللي كما قلت قديما لا يمكن ان نختزلها في هذه الكلمه. طبعا انها كما قلت هناك حلقات ستكون عديده وانا من خلال منبركم كذلك اطالب بفتح ورش للنقاش كبير لكل المتدخلين فاعلين المتدخلين من الوزاره من اعضاء ديال التعامليات والشركات الصغرى والشركه المستعمله كبيره والسلطات الاقليميه. الكل يجب ان تتضافر الجهود من اجل فتح حوار وورش كبير للنقاش من اجل انصاف هذه الفئه المتضرره. انا من نزيد كما قال الاخ السي محروقه هو احنا نطالب كحركه حقوقيه بتطبيق القانون الاول. كاين قوانين متعدده مخروقه، كاين قوانين اللي هي صريحه وكاين قوانين اللي كاينه هنا من خلال ما شفتها ديال الاخوان عندهم. هناك بعض المواد اللي حقيقه تعسفيه على هاد الناس اللي هما مغطاسه. كما قال سبحانه هاد الشركه اللي كتستحوذ جميع هاد الارباح اللي هي 80% وهذا المنتوج وكتحولو بطبيعتها كتستافد منها واحد مجموعه كبيره من الارباح. انا لماذا ما يمكنش ما تقمنش هاد القطاع هذا الحيوي الكبير غطاس اللي هو المحور ديال الربح ديالو ويداروا من بين كما نقول واحد الصندوق ديال تساهم في هذه الشركه الكبرى الجزء الكبير من الارباح ديالها وكذلك الصغرى وتكون بجانب الضمان الاجتماعي يكون سوسيال هاد الناس هذا. ما يمكنش يموت واحد وما يمكنش ما نعوضوش في هذا الوقت السوسيال. الناس اللي غادا تكبر بلا ضمان اجتماعي تكون عندهم زياده الناس اللي تزادوا عندهم الوليدات. علاش كنقول هذا الكلام هذا؟ لان هذه ثروه ديال المال العام وهذا اقتصاد ريع وانتم كتجنيو واحد الارباح كبيره وهاد الناس هذوك ساكن هاد الضعفاء ما كيستافدوا حتى حاجه. فعلا هذا طابو كبير سنتصدر الافكار بكل الطرق القانونيه المتاحه لنا تلك القضايا 1958 خلال كل الاشكال النضاليه متاحه لنا. ولكننا قبل كل شيء الان نكون فكره ديال المطبات والمشاكل والخروقات والتزاوزات ديال هذا القطاع وكذلك فتح ذاك اللوبي المتحكم والاسماء راه معروفه غادي نتحدثوا عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله. واطلب من الاخوان باش المزيد في الحلقات الاخرى من هذا يعطيونا الفرصه لانه في الحقيقه احنا الان امام مشاكل كبيره وخطيره جدا ما يمكنش الحركه الحقوقيه نسكتوا عليها ابدا السكه. وأعدكم خلال هذا المنبر على أن الحركة الحقوقية ستساندكم في كل أشكالها من أجل انتزاع حقوق ديالكم العادلة والمنصفة، لأنه كما قلت هذا المشكل خطير جدا الآن، لأن كما قلت في البداية الآخر على أن هناك الناس ما قدراش تدخل هذا، نقول لك ما عندناش حقوق حمراء، نحن نتصدى لكل المفسدين والفساد وفضح كل اللوبيات اللي كتحكم وكتحاول تربح على حساب المستضعفين هذا الغطاسة الفقراء الضعفاء اللي كما نقول وأكدها مرة أخرى هو المحور الأساسي ديال هذا المنتوج وديال هذا الربح ديال هذه الشركات اللي كلها أعراض صحة. هذه الشركة اللي كتستحوذ الكل 80% طبعا ما غاديش نقدر نختزل المشاكل كلها مسجله عندنا ولنا حلقات اخرى على غير نشهد لقاء ديال السي من اجل اولا التنوير والتنسيق بيننا. واعدكم على ان الحركه الحقوقيه ستكون معكم في الصغار والضباب. شكرا للاخ ربما قال اخر كلمه عندي هنا
ومن خلالها كذلك سأوجه الشكر الموصول أخ أحكام من خلال موقعي الجميل، لأنني أعرفه عن قرب يعني صحفي وإعلامي جريب يتكلم بحرقة على كل المشاكل ديال المستضعفين. من خلالكم نوجه له الشكر الموصول، وكذلك الأخ محروقة اللي كان له فضل كبير في هذا اللقاء، ولكل المتدخلين، ولنا معكم عودة في اللقاء المقبل إن شاء الله. شكرا سي عبد العزيز على هذا المداخلة في أستاذ الكتاب العديد من النقاط. قبل ما نختموا هذا اللقاء ديالنا، نبدأ أننا نتوجه لكم إخواني أخواتي باش أنكم تبقاو تتبعوا الحلقات ديال هذا الملف ديال جميع التقارير، لأنه غادي من خلاله غندافعوا الباصا كما انتم البارح كنتوا كتدافعوا على الحقوق ديال الاباء والاولياء ديال التلاميذ، كما انتم الاساتذه كنتوا كتدافعوا على الحقوق ديالكم لانكم ما كنتوش مخلصين من عند لي باترون ديالكم ولا من الدور الاجتماعي، كما كنتوا كتدافعوا انتم بالامس شي وحدين كيقول لك حنا ما جلسنا ما عندناش اللي عطينا ما عندناش اللي كذا وكذا. اذا كما انتم كتدافعوا على حقوقكم قراص بوحدك طبيعي الحال ما كتقدرش توصل لحقوقك، حتى هاد الناس هادو خصنا نبقاو معاهم، خصنا نبقاو متكتلين. هاد المباشر ديال حكام جديد نيوز كنتمنى من خلاله اننا نسمعوا الاصوات ديال جميع المتضررين ابعد نقطه اللي ممكنه، وباش اننا نبقاو لهم سكن حلول. خدمت هذيك المساكن، ولكن انا راهو ماشي مساكن، لانهم قدروا انهم يجيو يهضروا. راه هاد الناس هادو بطبيعه الحال يمكن الاعتماد عليهم في الدفاع عن حقوقهم مستقبلا. هذا الملف ديال الجني الطحالي راه دوز سنوات، يعني كانت في الاول غير الشومبريرات والعمال وكيهبطوا بلا ما كاينش هذا الماتيريال اللي كاين دابا. دروك ملي ولا هذا الشيء كانوا كيقولوا غيجني اكثر وغيربحوا اكثر، اذا بينا جينا ما لقيناش القضيه. كنقولوا بانه كاين راحه بيولوجيه ما كتشتهرش الراحه البيولوجيه، كنسمعوا بانه كاين قطاع ديال الصيد البحري راه تابع للوزاره ديال الفلاحه والصيد البحري. اذا كنجيو كنلقاو السي اخنوش مقابل واقيلا على اكادير، هنا الجديده ما كايناش تدكاله ولا ما عرفتش شنو اللي كاين. علاش؟ ما عمرنا سمعنا بان الوزاره ديال الصيد البحري دابا كتعرف الناس هادو، راه الناس هادو راه متضررين. راه عرفتي شنو هي باش انك تابع الصيد البحري، يعني ملي كنهضرو على الطحالي راك تابع لوزاره الصيد البحري. على العام كله شنو كيدير ويدير هاد الناس هادو؟ ما كيديروا والو، راه العام كامل ما كيخدموا في الحوت. اذا راه داخلين في الصيد البحري، اذا راه خاص تبقى هاد القضيه ديال الاستفاده من الضمان الاجتماعي طيله السنه، وماشي غير في هاد الظرفيه دابا ديال الطحالي ولا جيني الطحالي. كاين نقاط اخرى اللي غادي نهضروا عليها في وقتها. صار هاد الناس عندهم وليدات وعندهم عائلات، كانوا كيخدموا الوقيته ديال الصيف بوحدهم، جيني الطحالي كتخدم عليهم العام كامل. كتخدم عليهم العام كامل، درك إلا دوزت ليهم شهرين ثلاث شهور ما يقولوا حتى شي واحد. دونك هذه هي النقطة اللي خصنا نعرفوها. هنا غادي نكونوا جينا على نهاية المباشر، ونبدا من تقدم الشكر الجزيل للسي بن حروقة الناشط الحقوقي والجمعوي، أولا على المشاركة ديالو في النشرة، وأيضا الاستضافة ديالو لنا في المقر ديالو. الشكر موصول ايضا للناشط الحقوقي الثاني اللي هو سي مزيدنا سي عبد الرحيم عبد الحي، اللي بطبيعه الحال كنقولها وكنعاود نقولها كيعجبني انني نخاورو، كيعجبني انني نسولو. كنلعب انا وياه يعني باش قد ما وصلنا اكبر عدد ديال التظلمات وهذا قد ما كنبقاو حنا فرحانين وناشطين. كنشكروا كل من السي فيصل بهدية رئيس الجمعية، السي محمد منزوق الغطاس المنسق ديال الجمعية بجهة شرقية، اسماعيل هناوي منسق الجمعية بغضبان يعني مركز صفر، والسيد الواش هشام كاتب العام للجمعية. إلى هنا كنقول لكم الله يصبحكم على خير. التعليقات ديالكم غير استمروا في الكتابة ديالها، راه غنرجعوا ليها وغادي نولها، وغادا تكون إن شاء الله داخلة في المحور إما الثاني إما الثالث من هذه الحلقات اللي غادي ندوزو ان شاء الله.
ذهبتوا امام منتج السيدحي، امام منتج الشركه، امام اي واحد عنده دخل في هذا الموضوع هذا تعاونيات اللي بغا مرحبا بجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.